بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. نسأل الله سبحانه وتعالى الإكثار من دعاء الفرج، لأن فيه فرجنا من كل هم وغم وضيق. اللهم رب إمامي وربي، وخالق إمامي وخالقي، ورازق إمامي ورازقي، ارضى عني وارضى عني إمامي. لتسهيل الأمور وتليين القلوب القاسية وتذليل الصعب، تذكر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم تقول بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، سلام 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 19 مرة بين يدي أي حاجة أو موضوع تريد نجاحه، فترى الخير بإذن الله، والله يوفقك لكل خير. تقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم، سلام 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 19 مرة، ثم بعد ذلك تدعو بما أحببت. الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائك ويقضي حاجتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا تمام الموفقية للجميع والسرور في قلوبهم في قضاء حاجاتهم. جرب ولا تشك. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.